بخير الحمد لله. كلمة في حق المرحوم مختصرة. مختصرة الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، فنان كبير فقدوا المغرب وفقدوا العالم العربي. حيث أكبر شهادة وهو خالد شاب خالد قالك لو كان ما كانش هو عمره ما يكون الراي، أنه هو اللي كان الأصل في إحياء التراث وخرج ناس لغيوان وجلالة وجيل جلالة، كان فن بحيث هو باه الوالد ديالو كان الله يرحمه كان قاضي في الصويرة وكانت عنده مخطوطات وكان إي والله يرحمهم كان كيمشي يخلف داك المخطوطات وداك الشيء باش يحيي التاريخ ويحيي هذا ما كاين. شكرا. الله يرحمه.